السلام عليكم اصدقائي. فيديو جديد واليوم جديد ومدينة جديدة في الصحراء المغربية. من جديد رجعنا مدينة اسا. حاليا العيد في قلميم واليوم كنتواجدو خاص في مدينة اسا. إذا غادي نصور لكم الأجواء نهار الثاني ديال العيد الأضحى 2023 في مدينة أسا. أش غادي نقول لكم؟ درجة الحرارة بزاف صراحة تسخن الحال بزاف. أش غادي نقول لكم؟ وأنا اليوم أش غادي نقول لكم؟ راه دوس عرفت أش ندوس؟ شي حاجة خطيرة بزاف والله. اذا اللي عليكم هو تبع هذا الفيديو من البدايه حتى النهايه. اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 300 كم. اذا مدينه اسا مدينه رائعه، مدينه كتعجبني كنجريها، وفي نفس الوقت عندي العائله هنا حتى هي كنزورها، ماشي غير الفيديوهات اللي كيجبني هنا. عندي عائلتي هنا، عندي الخوادريه ديالي خاص في مدينه اسا، كنجي مره نزورها باش نكون واقعيين. حيت بعض الناس كيقولوا لي علاش كتمشي دائما لاسا؟ اذا علاش كنجي لاسا دائما؟ عندي الخوادريه ديالي عزيزي عليا، اختي كبيره، ودائما كنجي في عواش نزورها، ضروري نجي نزور اختي. اذا ملي كنجي نزور اختي كندير معها صلاه الرحيم وكنبارك لها العواش، وعلاش لا ما نصور لكم الاجواء في اسا؟ اذا حنا وصلنا هنا اللهم نباركوا العواش الخوادرية، وفي نفس الوقت نبارطاجي معكم اليوميات كما كيقولوا، اليوميات خاصه. اما شي واحد قال لي واحد ترى لا صاحبي، ترى ماشي الخوادرية، ترى كيبغي وحده هنا وتغرم بواحد البنت خاص في اسا هنا، وما مسوقه ليه هي، ما مسوقه ليه هو، دائما كيجي كيدور هنا باش يشوفها. هادشي اللي كيقولوا بعض الناس. الله ليخو، الله يرحم ليكم والدي. انا اصلا ما كنبغي حتى شي وحده، انا راه قلتها لكم، قلت لكم واحده اللي كنبغي الحب الاول ديالي هو اللي كاين، فقط الحب الاول ديالي هي اللي كنبغي، الانسانه الوحيده اللي كنبغي في حياتي راه هضرنا عليها شحال من مره. السلام عليكم. اما انا نجي نتغرم اشنو كاين في اسا باش نتغرم فيه؟ واحترامات الفتيات ديال اسا والنساء ديال اسا، هادشي اللي كاين. انا ما كنبغي حتى شي وحده، وما عنديش انا نهائيا ما كنفكرش في هادشي ديال الحب. اش غادي ندير انا؟ انا على العار نفير مع هادشي ديالي ديال الخدمه ديالي، نزيد انا الحب، اش غادي ندير بالحب؟ خلينا نركزوا على خدمتنا احسن لينا. هادشي اللي كاين. واش انا مشينا ندخل المشاكل؟ اش غادي ندير انا بالمشاكل؟ نكون واقعيين، انا ما كنبغي حتى شي وحده، انا كنجي غير كما قلت لكم كنزور الخوادريه ديالي، وكان نتسارى هنا كنفوج، وكتعجبني مدينه اسا. هادشي كيعجبوني الناس هنا، هادشي كاين، كيعجبني بحال هادشي كيكون زوين، حيت كلها مدينه والناس ديالها في شكل والجو ديالها في شكل. والصحراويين عزيزين عليا، الصحراويين دائما نحب الصحراويين اصدقاء ديالي، الصحراويين اصدقاء ديال بيزان. انا ما كرهتش نمشي للعيون، والله ما كرهتش نمشي للعيون وفوت فيه الشهر، نمشي لشارع سكيكيبا ونمشي نتسارى ونفوج. هادشي اللي كاين، الناس كيعرفوني هنا ماشي بحال اكادير، هنا الناس كيعرفوني هنا، هذا هو الواقع. اذا غادي نخليكم تشوفوا معنا. ايوا كما كتشوفوا معنا، اذا القضيه باقي ما عمرش بزاف، اذا نتمنى ان شاء الله يكون خير، نتمنى ان شاء الله نشوفوا ما افضل ان شاء الله. اذا هذه واتا ديال الصحراوي، باش تعرفوا صحراويين، حيت بعض الناس كنوريكم حنا الطرق، هذه واتا ديال الصحراويين، هذه بحال هذه دابا الى لقاها بزاف يمشي لكم تيندوف، يركبها بزاف تيندوف، وغيلبس الدراعه يقول لهم انا صحراوي. والله امرين جاي، والله الله من البويرات، الله من البويرات جايين، الله من البوير. واش تعدى الهون؟ الله نزوركم اموالكم، حنا عائلة واحدة وحنا بحال بحال، انا خوت الحمد لله، راه حبوب الراجل،
رحبوه بالراجل ما لكم على اسئله رحبوه بالراجل عشان نقول لكم هذه هي الطريقه باش بزاف دائما كيدير لكم واحد الابداع دائما كنحاول نشارك معكم اي حاجه حيت دابا اليوتيوبرز فين كيبان ملي كيكتشف دابا بحال تعليق على المباراه كيعلق على الفرصه كيعلق على الاهداف على فرص وسط الميدان على الهجوم على الدفاع هذاك التعليق ديالو كيبدع فيه ولكن امتى كيبدع فرصه واعره تسجل الهدف بحال هاد الطريقه هي اما بالنسبه اش غادي نقول لكم على حسب انا ربما يبان لي شي حاجه في هاد الشاشه في هاد الفيديو كنعلق لكم كنقول لكم ها هي الوتا ها الشرطه ديال اسا كندير التعليق ديالي بالطريقه ديالي طبعاً اذا هادشي اللي كاين ونتمنى ان شاء الله كما كتشوفوا بحال السماء دابا ملي كتشوفوا بحال هاد الطريقه درجه الحراره كاينه ملي كتشوفوا السماء ازرق راه غادي يكون بارد الحال ملي كتشوف الشمس مابقاش كتبان بهذيك الضبابه ديالها راه درجه الحراره مستمره ودابا بحال هادشي غدا كاينه درجه الحراره لو كان السماء زرق راه غدا غيكون بارد هذه التجربه ديالي الخبره ديالي وما تنساو انا كندير الفيضان يعني كندير السيول كنديروا حالة الطقس وعندنا واحد الخبره الحمد لله خاص في هادشي ديال الاجواء ديال الجو وكلشي اذا نتمنى الاعجاب ديالكم اذا حنا جينا باش نصوروا لكم المساعين هذا هو الواقع جينا باش نصوروا مدينه اسا نهار الثاني ديال العيد وفي نفس الوقت ملي يكون شي مهرجان انا غادي نرجع من جديد هذا هو الواقع وشكرا كاع الساكنين ديال اسا ودائما كما قلت لكم انا مرتاح في هذه المدينه هذه المدينه ديال اسا كتعجبني بعض الناس غادي يقولوا لك لا سيدي وتا قلنا لكم السيد تغرب نتوما مالكم ما كتفهموش والسيد تغرب شي واحد انا ترى انا عرفت هذاك بيزم ترى هذاك بيزم عرفته انا وانت والله العظيم الا تغرب شي واحد انا كيجي هذيك هي اللي جابته كيجي يدور تما بغى يشوفها وعمرها ما غادي يتلاقى معاها دائما كيتمنى كيحلم الشرفه راه شنو ما كاينش باش هادشي اللي شفت في الكواليس هكا كيمشي لاسا ودخلنا عليكم بالله اسا شنو فيها ما يتصور وعلاش كيمشي واخويا راه ما كيمشي على التصوير راه كيمشي على شي حاجه اخرى هادشي راه ما كاينش هادي خويا والله العظيم الله شاهد عليا الا عجبني هادشي بحال هادشي اكتشف بحال هاد الوتا بحال هادا تشوفها في كادير الا شفتها في كادير بالله هذا هو الواقع كتشوف واش بزاف ديال الحوايج زوينين بحال هاد الصحراويات اللي جايين لابسين الملعفة تشوفهم في كادير قلال هذا هو الواقع هذه هي الحقيقة ماشي المدن بحال كاين بعض المدن زوينين كاين بعض المدن ما مزيانينش باش نكونوا واقعيين هذه هي الحقيقة ايوا كاين هذا مش جديد هنا وكاين هذا البراد حتى هو كنتمشي لكم بشويه حيت عندي مشكل في هذيك البارطيه كتحرك حيت الا كسيريت غادي يكون الفيديو ما واضحش مزيان حاليا نيت يكون صعب اذا كيما قعدتي ندورو لهاد الرومبا وقيلا الطريق ديال العوينه هي هذه هي الطريق ديال العوينه الله 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 وراه هكا راه زوين بحال هكا راه كيكون زوين كدوز الوقت السفر راه زوين السفر راه زوين اللي ما كيسافر مسكين راه ما عاش من الحياه هادي خص الناس يسافروا اسافروا شو طنجة شو لاكادير شو خرج المغرب خدو باسبور ديالكم فيزا شي يدوز انسان الحياه ديالو يتمتع مع راسو يشوف شي تيتيزا ديال 18 سنة 20 سنة يتمتع فيها راه مزيان داكشي شوف دابا مثلا تلاقيتي مع شي تيتيزا عندها في عمرها 20 سنة ودرتي شوف كيفاش كتفرح كتكون ناشط وبخير هذه هي الحياة هذه هي النصيحة اللي غادي نقول لكم الانسان يتهلا في راسو ياكل مزيان يسافر يعيش الدنيا راه فايتة راه والو راه الدنيا راه غير دايزين فيها باش نكون واقعي هاد الدنيا راه غير دايزين فيها راه اي لحظه عند الله
راه والو والو ما عندك لا حمايه حتى شي حاجه، راه كتملك غير قلب تراق تراق تراق، راه اي لحظه يتوقف راه مشيتي. هذا هو الواقع. راه شنو اشنو فائده الا خزنتي الفلوس ولا بنيتي الدار وسدها؟ اقل عدا الا عندك شي ضرب عدا تجوز شي بنت الناس حتى هي تبغي تعيش وتعيش معاك، فاهمين؟ على هكا وعيشوا حياتكم، قصر مع راسك، سافر مع راسك، عيش حياتك. الجديد مرة هكا مرة هكا، حيت ماشي انسان يكون عاود تاني يقابل اللوبيا والعدس. مرة هكا مرة اللوبيا مرة العدس مرة الشوا مرة اللحم مرة كفتة مرة كبدة مرة قلب، هكا وهكا باش ما يكونش واحد الملل. اللي عنده الفلوس، انا كنهضر على الناس اللي عندهم الفلوس، الا ما عندكش الفلوس راه ما تقدر دير والو. هذا هو الواقع، ما تقدر دير حتى شي حاجه الا ما عندكش الفلوس، راه تقطع بك الحبل كما كيقولوا. ايوا يكون خير ان شاء الله بحول الله. إذن أسا كتوش مدينة عفوا أسا كتوش في الصحراء المغربية، عندكم أسا عندكم بزاف المحبس تندوف، هذا هو الواقع، تندوف أرض مغربية. نتمنى إن شاء الله المغرب يرد تندوف ونسافروا ليها. من اللي غادي تحرر تندوف تولي أرض مغربية رسميا غنمشيو نصورو فيها، نصورو لكم تندوف. ايوا ما بقى والو، غادي نساليو اللايف عفوا الفيديو. هذا صحراوي دابا كيما كتشوفوا، هذا صحراوي شتي الدراعه ديالو، ها هو شوف هذا صحراوي، هذا صحراوي اللبسه ديالو. السلام عليكم. قال عليكم السلام ورحمه الله. ولا شي ما هو صحراوي بيزير، ما هو صحراوي ولا شي شي حموله، انا طيروا يلا شوه بينا. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. انا راه ماشي شي حنا صحراوي، انا ماشي شي حنا صحراوي، ابن قلميم وما هو شي وما هو صحراوي. نتوما مالكم؟ ونتحداو ونتحداو معاكم وما هو صحراوي ولا شلي حمولة انا. اذا يكون خير ان شاء الله في حول الله. اذا كل واحد يقول لي بغا، بغيتي تقول لي باينونا شلح قول شلح، بغيتي تقول لي صحراوي قول صحراوي، عندك الحرية التعبير ديالك، عندك الحق تعبر كيما كنت كيما بغيتي. عفوا اذا هادو هما الشوارع ديال اسا، بالنسبه السكنه هنا اش غادي نقول لكم، انا رايي السكنه هنا ما اش غادي نقول لكم، كاين واحد الكارثه هنا صعيبه جدا. اشنا هي درجه الحراره؟ عندك شهر 6 و7 و8 كتكون درجه الحراره، وفي نفس الوقت وقت البرد عاوتاني كيكون البرد قوي بحال الثلج هاد المكان. اذا السكنه هنا صعيبه جدا، المناخ هنا صعيب. اشنا هي المناخ زوين؟ هو المكان اللي قريب ليه البحر بحال اكادير، المناخ ديالو زوين في الصيف في البرد في اي وقت. بحال هنا اش غادي نقول لك، هنا مزيان تسكن فيه على حسب الناس اللي بوساطة ولا قد الحال. دير رخيص هنا وكلشي رخيص هنا. حيت المشكلة المناخ، المناخ درجة الحرارة يا خوانا ما تنعسي لي نعستي هنا بالله. غتبدا تعذب 3 شهور ديال الصيف، اش من حياة هادي؟ واش الناس باغيين يعيشوا مرتاحين ولا باغيين يتعذبوا؟ راه كلشي كيتمنى يعيش حياته مرتاح، هذا هو الواقع. واخا كاع ربما يكونوا صحراويات زينات هنا، ولكن راه الحياة كتبغي البرود، كتبغي بلاصة جميلة. هنا زوين ولكن كما قلت لكم المشكله ديالو درجه الحراره، وفي نفس الوقت ما سمعت وقت البرد حتى هو كيكون برد هنا
بحال الثلج. منين؟ انا ما انا ما نهز انا العيالات. جيرات لي واحد الصحراويه مسكينه قالت لي هزني وصلني، وملي اكتشفتها بعينها وماشي صحراويه دوريجين قلت لها ما غاديش نهزك. لو كان كنتي صحراويه دوريجين يقول لها بيزف والله مرحبا وسهلا، طلعي طلعي مرحبا وسهلا، ولكن ماشي صحراويه لابسه الملحفه. صحراويه باينه كتبان على وجهها ابتسامه ديالها، صحراويات حطهم والله واحد الابتسامه كنعرفهم. دابا ما نقدرش نقول لكم عندي ميزه كنعرف بها صحراويه، ماشي طريقه ديال الهضره، غير نشوف فيها نقول لك صحراويه ولا ماشي صحراويه باينه. اذا يكون خير ان شاء الله بحول الله. اللحظه ديال غروب الشمس اذا كنشرب الماء بزاف. اليوم كاين سكسو، كاين سكسو وبزاف ما كيشرب الماء. عندي جوج قراعي ديال الماء باردين هنا حطيتهما على حساب نبدا نشرب، حيت بزاف هو ما كيقدرش على درجه الحراره. اذا كما كتشوفوا كاين هاد الشرطه حتى هي ديال مدينة أسا، نشوف إلا كانت مفتوحة ندخلو ليها، ما عرفتش تقدر تكون مفتوحة اليوم باش نفوزو ندخلو ونصورو مع الشرطة ديال أسا. نتمناو إن شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. هادي هي الشرطة ديال أسا. حنشوف كيفاش غادي يبلاصي بيزيد، غادي يبلاصي هو ماشي مشكل.